انت هتعلنها هتشاركنا وتعلن معانا جايزه افضل ممثل. اوكي انت معاك الظرف. هم قالوا لي اقرا اللي في الظرف. اقرا اللي في الظرف. بس حد غششك؟ لا. طب قول والله. يا جماعه في تسريب في النتائج، في تسريب. طب خليني لا قبل ما تفتح لسه ده في بروتوكول ودرامز وبتاع. ماشي. يلا درامز دلوقتي. جايزه افضل جايزه افضل ممثل في 2017 اتنافس عليها مجموعه كبيره من الممثلين، والحقيقه كانوا الممثلين الرجال السنه دي عندهم اداء كبير وكتير وفي منافسه حلوه. بعد فرز الاستمارات الميدانيه واحصاء الاعداد الالكترونيه طلعت النتيجه اللي هيعلنها الفنان محمود الليثي. جائزة أفضل ممثل دي زي الهيئة العامة لإدارة وتشغيل المترو. جائزة أفضل ممثل بنسبة أول النسبة؟ يا ريت. بنسبة 25% من التصويت الفنان أحمد السقا. ما اعترضوش. اعمل ايه عشان تشد يا هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سعيد ان انا موجود مع حضراتكم النهارده. مساء الخير مدام منى، مساء الخير مؤسسه السي بي سي جميعا. انا سعيد جدا، سعيد ان جمهور السي بي سي اختارني، حاجه بتفرحني. انا بحب السي بي سي على فكره. متشكر ليك يا مدام منى، وكان نفسي ابقى معاكم النهارده، ولكن يعني الظروف حضرتك اكتر واحد عارفه انا فين حاليا دلوقتي حالا، وانا ببعت لكم المسج المصوره. ادعوا لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه نرفع راسكم، نعمل لكم افلام حلوه، لان احنا كممثلين او كفنانين بشكل عام شغلتنا امتاع الجمهور. يا رب دايما نبقى رافعين راسكم، يا رب دايما نمتعكم، يا رب دايما نعمل اعمال تشرفكم وتشرف مصر وتشرف الجمهور العربي. شكرا هروب اضطراري، اسره هروب اضطراري، منتج هروب اضطراري، مخرج هروب اضطراري، مؤلف هروب اضطراري، مجموعه الزملاء اللي لا حصر لهم ولا عدد ما شاء الله لا قوه الا بالله في هروب اضطراري. غدا عادل، امير كراره، مصطفى خاطر، باسم السمره، ضيوف الشرف اللي هم بصراحه الزملاء اللي هم وقفوا جنب الفيلم. الفيلم هو نوعين من يعني الفيلم كان معمول اساسه للمتعه، من حدوته بنقول سسبنس اكشن. الفيلم عمل طفره في الصناعه، هذه الطفره انا مبسوط بيها جدا. طفره على مستوى الايرادات، طفره على مستوى التكنيك الهاي تكنيك. اسره الستانتس متمثله في عمرو ماكجايفر، متمثله في اندرو ماكنزي وزملائهم. الناس بذلت مجهود جامد جدا، الجمهور اتبسط جدا. شرف ليا طبعا ان انا انال جائزه احسن ممثل سينما 2017. 2017 كان وشها حلو عليا جدا بكل الظروف طبعا اللي مرت حوالينا. شكرا، وان شاء الله قريب ابقى في القاهره وابقى معاكم على الهواء. كل سنه وانتم طيبين، ميري كريسماس، عام سعيد علينا جميعا. شكرا اسره سي بي سي، متشكره مدام منى. السقا في المخبا، احمد السقا في المخبا خارج مصر. بشكره وبتمنى له كل النجاح والتوفيق، وعقبالك يا ريس ان شاء الله تاخد جائزه افضل ممثل بالسنين الجايه.